حول أهمية الرسالة الملكية نستمع إلى مقتطف من تصريح لأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، وقد حاوره الزميل عزيز فتحي ضمن فقرة دون تردد. الرسالة ذهبت إلى مكانها الصحيح في الوقت الصحيح. هناك شطط إسرائيلي بالغ ويحتاج إلى ردع عربي كبير، تدخل عربي واضح، الاتصال والمشاورات فيما بين الزعيمين جلالة الملك والأخ محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والحراك العربي مهم للغاية في هذه الساعات. أعتقد أننا نواجه خطرا شديدا على القدس، وهذا الخطر ليس وليد الأيام هذه أو عملية حصلت في داخل المسجد الأقصى. والمسؤول الأمني عن كل ما حدث هو إسرائيل، من حيث قام الشباب واستشهدوا دفاعا عن مقدساتهم. هناك يأس لدى الشباب الفلسطيني مما يحدث، تهويد القدس. هناك مخطط إسرائيلي ينفذ اسمه 2020، أن لا يبقى العدد الفلسطينيين كما هو، التهجير المستمر، الاستيطان داخل القدس، تغيير التعليم، تغيير التاريخ ووضع أسماء شوارع بأسماء عبرية بدل شوارع الإسلامية والعربية التي كانت موجودة. هناك وضع قائم متعارف عليه من 5-6 عقود، من 600 سنة، اسمه ستاتسكو بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، وأي حكم حكم في فلسطين أن يلتزم بهذا الوضع الراهن والقائم اسمه ستاتسكو. الآن التغيير الديموغرافي، أن ينقل 150,000 فلسطيني مقدسي في الخارج وأن يأتوا ب100,000 مستوطن إلى الداخل يستولون على البيوت، والعالم كله يرى إطلاق النار بدم بارد على أطفال وفتيات